بين أحضان بلد كسويسرا تحير العين أي المناظر تحب، وعلى ضفاف بحيرة جنيف الساحرة يصبح الجمال سيد المكان، وبين أحيائها الراقية يسود هدوء قد يجعلك تخالها فارغة بعد أن هجرها سكانها. ثم خلف جدران الصمت تلك نسجت حكاية أسرة انتهت بشكل درامي على رصيف المسكن، ودخلت فيها نظرية المؤامرة على الخط في مأساة جماعية يصعب تفسيرها. فما الذي حدث لأفراد الأسرة؟ هل يمكن اعتبار الحادث انتحارا جماعيا؟ وما دور نظرية المؤامرة في القصة؟ دقائق قليلة بعد الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 24 من مارس الماضي، يتقدم ضباط من الشرطة السويسرية إلى أحد المباني في حي راقي من بلدة مونترو الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف غرب سويسرا، ثم يطرقون باب شقة تقطنها أسرة فرنسية الأصل، فيفتح رب الأسرة الباب ويبدأ الضباط بالتحدث إليه حول مذكرة توقيف بحقه تتعلق بالتعليم المنزلي لأحد أبنائه. وبعد دقائق يغادر ضباط الشرطة المكان بعد أن لم يتلقوا أي إجابة عما جاءوا لأجله، ثم ينصرفون عائدين إلى مركز الشرطة، بينما أغلق الرجل باب منزله دون أن يبدي أي رد فعل. حوالي الساعة 7 من صباح نفس اليوم يربط أحد الجيران الأسرة الاتصال بالشرطة ويبلغ عن سقوط 5 أفراد على الرصيف أسفل المبنى. تنطلق مجددا سيارات الشرطة إلى المكان ومعها سيارات الإسعاف، وبالوصول إلى مكان الحادث وعلى وجه السرعة ينقل الأشخاص 5 المنتمون إلى أسرة واحدة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما يحاول المحققون ورجال الشرطة تمشط المنطقة والبحث عن أسباب وملابسات الحادث بالإضافة إلى استجواب الجيران. وما هي إلا لحظات حتى أعلن على أن 4 أشخاص من أفراد الأسرة قد لقوا حتفهم، في حين لا يزال صبي في حالة حرجة داخل غرفة الإنعاش بعد أن سقطوا جميعاً من شرفة منزلهم بالطابق 7 في مبنى في بلدة مونترو، دقائق بعد أن طرق الضباط باب منزلهم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وحالة خطيرة. كانت الظروف المحيطة بالدراما العائلية في أحد الأحياء الراقية بالمدينة الخلابة على ضفاف بحيرة جنيف غير واضحة، لكن الشرطة قالت إن أفراد الأسرة 5 هم الأب البالغ من العمر 40 عاماً وزوجته ذات 41 سنة وشقيقتها التوأم، ثم ابنة الزوجين ذات 8 أعوام وابنهما المراهق البالغ من العمر 15 عاماً، قد قفز جميعاً واحداً تلو الآخر من الشرفة بعد أن توجه ضابطان إلى منزل الأسرة في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 من شهر مارس من العام 2022. وبحسب الشرطة دائما فجميعهم باستثناء الابن قد لقوا حتفهم عندما ارتطموا بالأرض، بينما يوجد الصبي في المستشفى في حالة وصفت بالخطيرة والحرجة. وفقا لتصريح جان كريستوف سوتريل وهو المتحدث باسم شرطة كانتون فو السويسرية، لم يتمكن الضباط من دخول الشقة، ويبدو أنه في تلك اللحظة اتخذت هذه العائلة قراراً بإلقاء نفسها من الشرفة، كما قال بأنه تم فتح تحقيق، لكن الشرطة توصلت بالفعل إلى أن الحادث وقع خلف أبواب مغلقة، وأنه لم يكن هناك أي شخص آخر في الشقة في ذلك الوقت. كما قال سوتريل لوكالة فرانس بريس أن التحقيق سيساعد في تحديد سبب قيام هؤلاء الأشخاص بإلقاء أنفسهم واحداً تلو الآخر من شرفة المنزل. وكما هو الحال فمثل تلك الحوادث الغامضة فإن المحققين لا يستبعدون أي نظريات أخرى. كما أفادت تقارير صادرة عن الشرطة السويسرية أن الضباط عندما توجهوا إلى منزل الأسرة كانوا هناك لتنفيذ مذكرة صادرة في حق الأب فيما يتعلق بالتعليم المنزلي للابن، وعندما طرقوا الباب فقد سمعوا صوتاً يسأل من هم، لكن بمجرد أن أجابوا وفتح رب الأسرة الباب سد الهدوء في الشقة على حد قولهم. كما أضاف البيان الرسمي أن الضباط غادروا بعد فشلهم في التواصل مع الأب وتلقي أي إجابات واضحة منه، لكن في غضون دقائق بعد ذلك اتصل أحد الجيران بالشرطة ليقول أن أشخاصا
قد سقطوا من شرفة شقة، حيث تم العثور على الجثث عند فحص المبنى بالقرب من كازينو مونترو الشهير حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي والسادسة بتوقيت غرينتش. أما عن الشهود فقد قال أحد الجيران لصحيفة تريبون ذي جونيف اليومية: رأيت 5 جثث على بعد حوالي 10 أمتار من المبنى، 3 منها في جانب و2 في الجانب الآخر. كان من الصعب أن أفهم ما كنت أشاهده، فقد كان مثل فيلم سيء. يذكر أيضاً أن سوتلر المتحدث باسم الشرطة في البلدة قد أشار إلى أن الشاهد الذي اتصل رأى أفراد الأسرة يرتطمون بالأرض واحداً تلو الآخر في مشهد مرعب وصادم، وهو حالياً يتلقى دعماً نفسياً من قبل متخصص في المجال. كما أضاف أنه تم تقديم المشورة والدعم لعدد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالحادث المأساوي وكل من ربطتهم الظروف به. أما عن الضحايا فإنهم جميعاً أفراد أسرة واحدة، وهم مواطنون فرنسيون يعيشون في سويسرا منذ عدة سنوات، كما يملكون إقامة. وبحسب الشهود وتقارير الشرطة فقد وصفوا بأنهم كانوا أسرة منعزلة إلى حد ما، ولا يربطهم بالخارج سوى القليل من الاتصال، كما أنه لم يكن هناك أي خلاف مع القانون فيما وراء قضية تعليم الابن، باستثناء أن مذكرة التوقف صدرت في حق الأب بعد أن ظهرت على تلك الحالة على السطح، لأن الأسرة فشلت في الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات من مسؤولي المدرسة، وهو أمر روتيني عندما يتوقف الطفل عن الالتحاق بالفصل الدراسي ويتابع تعليمه في المنزل. كما أوضح أحد المسؤولين أنه في يوم الحادث طلب من الشرطة اصطحاب الأب إلى المركز حتى يتمكن من شرح حالة تعليم طفله. ووفقا لتريبن دو جينيف قال الجيران أن الأب كان يعمل في المنزل على ما يبدو، فيما كانت الأم طبيبة أسنان سبق وأن عملت في باريس، بينما كانت أختها التوأم طبيبة عيون. جيران ومقربون من أفراد الأسرة أيضا أشاروا إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا وتطور خطورته ثم ما شاهده العالم من إجراءات احترازية شملت الحجر الصحي، فقد بدا جليا أن الأسرة مجتمعة كانت تؤمن بما عرف باسم نظرية المؤامرة، وهو مصطلح يشير إلى تفسير أو شرح حدث أو موقف بناء على مؤامرة لا مبرر لها تنطوي على أفعال غير قانونية أو مؤذية تقوم بها إحدى الحكومات أو منظمة ما أو حتى أفراد، ما يعني أنهم كانوا يرون في الانتشار الواسع لفيروس كوفيد-19 مؤامرة للقضاء على البشرية، لذا فضلوا لزوم منزلهم منذ ذلك الحين، حتى أنهم كانوا لا يغادرون المنزل إلا قليلاً، وكانوا يجلبون كميات كبيرة من المواد الغذائية ويحتفظون بها، حتى أنهم قرروا مؤخراً أن يكمل ابنهم المراهق البالغ من العمر 15 عاماً تعليمه في المنزل عوض الالتحاق بفصول الدراسة. وبعد تغييبه لمدة طويلة وبناء على بيان من المدرسة صدرت مذكرة رسمية في حق الأب تقضي باستدعائه إلى مركز الشرطة لمعرفة تفاصيل ما يحدث، لكن لم يتسنى لأحد معرفة ما حدث بالضبط. فهل بالفعل كان الحادث انتحاراً جماعياً لخمسة أفراد من أسرة واحدة؟ أم أن هناك أيادي خفية وراء الحادث ظلت غامضة وراء الأبواب المغلقة؟ شاركونا مشاهدين آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.